مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حديثك على الهواء. ضيفتنا لليوم منسقه عامه في حزب مدينتي وناشطه سياسيه إلى العديد من المقالات السياسيه في السياسه وحقوق المراه والانسان. بنرحب فيك سيده ندى صحناوي، حضرتك فنانه تشكيليه وكمان مرشحه عن للانتخابات عن دائره بيروت، عن بيروت الدائره الاولى. شكرا، اهلا وسهلا فيك. سيدة ندى، شو اللي بيربط الفن التشكيلي بالسياسة؟ هل من خلال لوحاتك اللي انعرضت بالعديد من الدول قدرت حكيتي فيها عن وجع لبنان؟ شكرا لاستضافتي. أعمالي العديدة، يعني إن كان لوحات أو تجهيزات أو مجسمات، تتناول مواضيع الذاكرة الجماعية، الحرب الأهلية، الهوية وقضايا حقوق الإنسان. بس بتذكر مرة قريت شيء لبيكاسو، بيكاسو قال إنه واحد إنه هو بيرسم اللوحات اللي ما بيشوفها، ما بيلاقيها حتى يشتريها بالمعارض. بقى بفتكر هيك الوضع، انه نحن في بلد حابين نشوفه، حابين يكون موجود، يعني لازم نساهم لرسمه لانه منه موجود اليوم مثل ما نحن بنحلم فيه. بيروت مدينتي كان اسم حزب مدينتي قبل، صح، اللي تأسس بال 2016. صح. خبرينا شوي عن حزب مدينتي. بيروت مدينتي ابتدأت حول برنامج للانتخابات البلدية ب 2016. إذا بدك يعني بلشت حول حلم أنه تكون بيروت هيدي المدينة الجامعة المشتركة اللي منعيش فيها كلنا بكرامة ورفاهية. وهيدا الحلم آمن فيه 40% من المقترعين سنة 2016، رغم أنه الأكترية ما كانوا بيعرفونا ولا حتى يمكن سامعين عنا. يعني وهيدي التجربة كتير مهم أنه نتعلم منها ونبني عليها. كيف؟ أنه نقدم اليوم برنامج واضح ومواقف سياسية، موقف سياسي واضح لخوض الانتخابات النيابية ب 2022. نعم، بحزب مدينتي أكيد صار في عندكم برنامج تحكوا فيه مع الناس، وخاصة أنه رح تشكلوا لائحة على الانتخابات القادمة. صحيح، أكيد. وبالنسبة لإلنا بمدينتي، بيروت مدينتي، أهم شيء هو البرنامج. نعم. أهم شيء هن الأفكار التغييرية اللي بدنا نفوتهم على البرلمان، والأشخاص اللي بدون يترشحوا هن أشخاص بدون يحملوا هيدا البرنامج. نعم. البرنامج تبعنا يعني بسرعة رح أمرق هيك على كم بشكل نقطة. بشكل سريع، تحت إذا بدك عنوان الاستدامة. أول نقطة هي الاستدامة الاجتماعية. نعم. ومن يعني من أهم الأمور بالاستدامة الاجتماعية هي تغطية صحية شاملة وتغطية لحماية الشيخوخة. نعم. وهون تذكرت ديك المرة كنت بتاكسي عم بتسير أنا وياه، قال لي أنه في شخص نايب على سنين بالبرلمان دفع له فاتورة الصحة للوالدة بالمستشفى. بقى أنا سألته، قلت له طيب بس هيدا الشخص يعني على سنين بالبرلمان، ليش ما استنضف وعمل قانون تغطية صحية شاملة حتى أنت ما بقى تربح جميلته؟ يعني الجواب هني أنه هيدول الأشخاص بيفوتوا على البرلمان، بيقعدوا سنين بالبرلمان، لكن ما بيأمنوا تغطية صحية شاملة. ليش؟ مش يعني بالغلط، هيدا قصد حتى يضلوا الناس يقدروا قاعدين تحت رحمتهم، ويضلوا هن يعني نظام الزبائنية، بدل ما واحد المواطن يحصل بكرامته على حقوقه من مؤسسات الدولة، لا بده يمرق بهيدا الشخص ليضلوا بحاجة لإله، تيضلوا بحاجة لإله، لأنه لو منه بحاجة لإله هيك يعني سلب له حقوقه ما بيرجع بينتخبه. بقى هيدي نقطة كتير مهمة. النقطة الثانية هي الاستدامة المالية. مثل ما بتعرفي نحن بأزمة كبيرة اليوم، أول نقطة فيها هي قانون استقلال القضاء، القضاء الإداري العدلي والمالي. ويعني كمان الأشخاص اللي بالبرلمان على سنين
ما حدا منهم اعتبر انه لازم يكون في قانون استقلال قضاء، وفي قانون محطوط من سنه 97 حاطينه بالجارور، واليوم في قانون استقلال القضاء العدلي شوهوه وردوه ما بدهم اياه. بقى هيدي قصه كثير مهمه كمان. نحن بالنسبه لنا التدقيق الجنائي بكل مؤسسات الدوله كثير مهم، ومثل مظاهر مثل ما انك شايفه اليوم، يعني ما مبين الحكومه رح تقدر تعمل اتفاق مع صندوق النقد اللي ردلا المشروع، وكأن مش قادرين يتفقوا على الشروط. ايه، وكأنه يعني غرابة الأمور كأنه صندوق النقد يعني قلبه على اللبنانية أكثر من الحكومة، يعني اللي مفروض هي تكون عم تحافظ على حقوق اللبنانيين. نحن موقفنا يعني واضح، أنه مفروض الناس والأشخاص اللي حملوا الخسارة، الطبقة اللي حملت الخسارة للبنانيين تتحملها، يعني مفروض يكونوا أصحاب البنوك والناس كبار المودعين، يمكن هن بيكونوا 5% اللي استفادوا من فوائد على مدى السنين ومليارات دولارات توصل ل 40%، يتحملوا جزء الأكبر بالخسائر. ونحن أكيد ضد أي بعزقة أو هدر أو سطوة على أملاك الدولة. هدول أملاك الناس اليوم يعني تركوا متروك الدنيا هيك بدون أي إجراءات. حيلا شخص يعني المودع، ما بعرف إذا بعد في مودع صغير، بس خليني أقول المودع المتوسط بيروح بيسحب 100 دولار من البنك بيخسر عليها 85%. معناتها شو؟ معناتها المنظومة معتبرة أنه الحل بده يجي على دار الطبقة المتوسطة والصغيرة بدل ما يكون على حساب الناس المسؤولين عن هيدا التدهور. نعم. النقطة الثالثة بالبرنامج تبعنا هي الاستدامة الاقتصادية. مثل ما بتعرفي لبنان عايش على انه هو بيستورد تقريبا. نعم. 85% من حاجاتنا بنستوردها، ويمكن بس 15% من حاجاتنا بننتجها. ضروري نحن يعني كل برنامجنا مبني على فكرة نقلب هيدا المعادلة ونعلي أكثر ما فينا نسبة الانتاج المحلي، ونكون عنا استدامة محلية اقتصادية ونستورد أقل بكتير. نعم. النقطة الرابعة هي الاستدامة البيئية. نحن من 2016 عنا برنامج لإدارة النفايات الصلبة، وقتها يعني حتى من بعد الانتخابات راحت يعني رحنا مجموعة من بيروت مدينتي، التقينا بالبلدية اللي هني وقتها ربحوا الانتخابات رغم كل الغش اللي شفناه بعيوننا، وقلنا لهم هيدا برنامج إدارة النفايات الصلبة منساعدكم تطبقوا، وأكيد نحن ضد المحارق. قالوا لنا لا أبدا بدنا نعمل محارق، لأنه ما في محرقة، ما في محرقة بالكارانتينا، حتى كل الناس شمال وجنوب وغرب الكارانتينا نموت من السرطان ومن المواد السامة. نحن يعني برنامجنا كتير واضح، 40% تسبيخ، 40% إعادة تدوير يعني فرز من المصدر وإعادة تدوير، و 20% عوادم يعني المطمر. كمان في فساد كبير بتوزيع المطامير، المطامير هيدولي لما بتطمري اليوم 95% من نفاياتك بالمطمر بيضاينك، ما بيضاينك كتير، بيضاينك 20 سنة، بينما إذا بتطمري بس 20% لحديث ما تتطور التكنولوجيا ونصير نعرف شو بدنا نعمل فيهم، المطمر بيضاين كتير، والمطامر هي يعني تنفيعات وصفقات. نعم. ما نعم. يعني مثل أي شيء مثل أي شيء تاني. نحن نعم. أكيد ضد. النقطة الخامسة هي استدامة المؤسسات. حكينا عن قانون استقلال القضاء اللي ما في إمكانية لبناء الدولة دون قضاء مستقل. أيضا يعني نقطة كتير مهمة هو تطبيق الدستور بالمادة خاصة 22 و 95 اللي بنصوا على إنشاء برلمان خارج القيد الطائفي بيمثل المواطنين، إلى جانبه مجلس شيوخ بيمثل الطوائف عنده صلاحيات استثنائية. وأكيد يعني لا مركزية نحن منريدها موسعة. وإلى جانب يعني هدول الإصلاحات الثلاثة، قانون الحديث للأحزاب السياسية، يعني حتى ما بقى يكون في أحزاب سياسية
طائفية. واليوم يعني إذا واحد بغمض عيونه من 30 سنة لليوم ولو طبقوا هيدول، لأنه هيدول موجودين بالدستور من 30 سنة، يعني لو طبقوا اليوم كنا نحن بغير بلد، كنا ببلد يعني متطور، بلد فيه كرامة. هل أكثر زعماء طوائف من أنه يكونوا زعماء أحزاب سياسية؟ صحيح، يعني هن في استغلال يعني للطوائف بالأحزاب السياسية. والطائفية أوقات في ناس بيقولوا لا الطائفية عظيم بس أنه مطبقينها غلط. لا، الطائفية هي بذور الفساد، التحاصص، الزبائنية. وآخر نتيجة لإلها شايفينها هلا هو أنه في حزب طائفي بلبنان مسلح عنده علاقة يعني بنيوية أساسية مع دولة دينية عقائدية. يعني هيدي نتيجة الطائفية، هيدي إحدى نتائج الطائفية. نعم. ب 2018 كانت الكلمة الفصل بدائرة بيروت الأولى للأرمن. شو وضع الإحصاءات الأخيرة لب 2022؟ شو رح يكون؟ بتعرفي أنا فعلا ما بحب أنه نوصف اللبنانية أنه هن أرمن وموارنة وشيعة. هن عم نحكي عن شيء موجود. هلأ بنا نخلص منه كل حبيب حابب. نحن كلنا مواطنين. نعم. يعني ما عنا، بتعرفي ما عنا اهتمام بهيك حسابات صغيرة، ما عنا اهتمام. نحن اهتمامنا انه نقدر نوصل برنامجنا لجميع المواطنين اللي موجودين بكل لبنان، مش بس ببيروت الاولى والثانية، بكل لبنان نوصل لهم برنامجنا السياسي ورؤيتنا السياسية. واملنا انه يوثقوا فينا، انه يوثقوا انه نحن عنا قدرات، عنا نية، وعنا أخلاق كفاية حتى نطبق هيدا البرنامج لما منوصل على البرلمان. نعم. بتتوقع ورح يكون في كتير إقبال على الانتخابات، لأنه بال2018 كانت بدائرة بيروت الأولى نسبة الاقتراع لا تتعدى 33%. صحيح، في مشكلة ببيروت الأولى إنه نسبة الاقتراع منا عالية، لأنه جزء كبير أوقات ساكن برات المدينة وجزء كبير مهاجر. هلا في جزء يعني بالدياسبورا بالهجرة تسجلوا حتى يقترعوا، لكن يعني هيدي مسؤولية علينا، مسؤوليتنا أنه نقنع المواطنين أنه يروحوا يصوتوا، لأنه صوتهم هو اللي رح يعمل الفرق. يعني مسؤوليتنا نقدر نحكيهم، وهيدي مسؤولية الإعلام كمان حتى يقدر يوصل صوت، مش بس صوتنا نحن، صوت كل التغييريين، يوصلهم للمواطنين حتى يقدروا يعني يوثقوا انه في برنامج، في رؤية، في نظرة، في امكانيات، واهم شيء في اخلاق. لانه بالنسبة لنا السياسة عمل سامي، يعني عمل من يعني انساني، عمل بيحسن حياتنا وحياة كل الناس. بقى لازم نغير هيدي النظرة للسياسة، انه السياسة بلبنان انه هي تحاصص وفساد. نعم. وضروبة تحت الطاولة. لا، يعني السياسة اسمى من هيك. هي السياسة مفروض لخدمة المواطن. صح. لخدمة المواطن، لخدمة البلد، وهو الانسان اللي بيحسن كمان حياته. لانه قد ما واحد يعني سرق ونهب، هيدا الهوى اللي ملوث هو كمان بده يتنفس وملوث. يعني ما في يعزل حاله عن البشرية كلها لانه هو معه مليارات، وهيدا البحر الملوث كمان هو بده يتسبح فيه ملوث، وهيدي السمكة كمان ملوثة. وانه اذا هو هالقد وسرق ونهب والناس ميتين جوع حواليهم، ما هيدا المئاتي قال بدي يروح اعجبك، بدي يروح على المطعم. معناتها اذا واحد سارق الدنيا والناس حواليه ميتين جوع، ما في يتهنى، ما في يتهنى. لازم يعني او كلنا بنطلع سوا او كلنا بنقشط سوا. ونحن اللي عم نقوله انه لا، اللبنان بيستحق، اللبنانيه بيستحقوا
يعني نقدر يكون عنا بلد نعيش فيه بكرامة، نعيش فيه برفاهية، أولادنا يرجعوا من المهجر يرجعوا يشتغلوا هون. ليش بدنا نستورد كل الأدوية كل الوقت وندفع دعم للدواء؟ ليه ما بنعمل مصانع؟ في أدمغة لبنانية بالعالم كله قادرين يعملوا مصانع، قادرين يعملوا فرز للنفايات، قادرين يعملوا كهرباء طاقة بديلة، قادرين يعملوا صناعات خلاقة مبدعة. نعم. قادرين نعمل زراعة عضوية ذكية ناكل ونصدر، كله هيدا نحن قادرين نعمله، بس في طبقة صغيرة مرتة يعني غبية أنانية ومش قاشعة أنه دمرت البلد مشان أنه تكدس هالمليارات. شو بدهم يعملوا فيهم المليارات؟ نعم. وين رح ياخدون؟ عجهنم؟ كنا أكيد رح نشوف بكرة بالبرلمان في حال وصولكم، يعني إن شاء الله رح نشوف كمان وجوه قديمة أكيد بالبرلمان. كيف رح تقدروا تتعاملوا مع هالناس، مع هالمنظومة اللي أنتوا والشعب عم بيطالب أنه بإزاحتها؟ بالبرلمان واجبات النائب عن الأمة أنه يقدم برامج، يعني يقدم مشاريع قوانين ويراقب الحكومة. أوكي؟ لما بتقدمي مشروع قانون وبكون مشروعك واضح وعارفة شو بدك تعملي، بدك واجباتك تحكي مع كل النواب اللي بيكونوا صاروا زملاء حتى تقدمي هيدا المشروع ويجيكي أكبر اقتراع، يعني تاخدي أكترية ويمرق هيدا مشروع القانون. بعيدي واجباتنا بالبرلمان، يعني مش رح نفوت على البرلمان وقلوا ما بدنا نحكي مع حدا، نحكي لا مع الكل، حتى الهدف هو المشاريع القوانين اللي نحن عنا إياها عديدة. قادرين تقنعوهم بصوابية عملكم حسب إنه هيدا المنظومة حسب مين متجدرة يعني وسابقين بالحكم وبالعهد؟ كيف رح تقدروا تتعاطوا مع هيدا المجموعة؟ هلأ قبل ما نوصل على البرلمان نحن منتأمل أنه المواطنين يعني يحاسبوهم ب 15 ايار 2022 بنتامل، يعني واملنا كبير انه المواطنين يحاسبوهم. نعم. ويفوت العدد اقل منهم، يعني يفوتوا خلينا نقول مكسوره شوكتهم شوي. نعم. لانه يعني وصل وقت الحساب. نعم. يعني الرهان اليوم على الشعب بالانتخابات. نعم. الشعب اللي بيقرر وصولهم أو عدم وصولهم أو قدي نسبة اللي ممكن أنه يوصل منهم. المواطنين، كل مواطن. نعم. كل فرد هو عنده قوة، عنده قدرة، يعني صح. هو عنده القدرة والقوة يفوت مين بيريد، إن كان نحن أو غيرنا أو المنظومة. هو اللي بيقرر هو شو بده، بده يفكر هو يا هل ترى بده يكون عنده بلد يقدر يعيش فيه بكرامة ورفاهية، أو بده يضله متوسل عند الزعيم فلان والزعيم فلان حتى يقدر يوظف ابنه بالجيش، يدفع الدواء لأمه، يطبب بيه، يوظف خيه. نعم. هو المواطن، المواطن بده يقرر. تعود على هيدي الحالة انه لازم يكون عنده ظهر او مرجع سياسي لحتى يقدر يوظف مثل ما عم تقولي حضرتك ابنه، او يقدر يعمل واسطة، او يقدر هيدي القصص اللي المفروض انه نخلص منها. اكيد. وهو المواطن شايف شو نتيجتها هيدي اليوم، يعني لو يعني هيدي الممارسة على 30 سنة، ما هيك من وقت خلصت الحرب الأهلية، وعفوا نحن ظهرنا من الحرب الأهلية بمليار ومئتين ألف، مليار ومئتين مليون دولار دين بس. بقى شوف الكارثة اللي نحن اللي سببوها هيدول الجماعة، هيدي المنظومة للبلد. بقى المواطن هو اللي يعني شاف أنه الكارثة وقعت، وهيدا الأسلوب وهيدول الممارسات وصلونا للحضيض. يعني ما بقى بدها شرح وبرهان، ما البرهان كل يوم، يعني مين منا عنده كهرباء قد ما هو بحاجة، مين يعني الحياة اليومية ما بقى بدها شرح. نعم. بقى المواطن هو اللي بده ياخد قراره. الحالة اللي وصلها الشعب
المفروض انه يتعلم منها ليقدر يقرر مصيره بالانتخابات. صحيح، هو اللي بده يقرر او بده يرجع يفوت هيدا الزعيم اللي هو بده يضله واسطه وحاجز بينه وبين حقوقه بالدوله، ويضله هو مبهدل مدعوسه كرامته، او بده يفوت التغييريين اللي عم بيقولوا لا نحن بنعمل اصلاحات بقلب الدوله اللي بتصير، يعني انت بتاخذ حقوقك من الدوله مباشره، ما بعود تمرق من خلال اي شخص كان، ما بتمرق الا بالمؤسسه. هلا اللبنانيه اللي بيروحوا بيعيشوا بفرنسا او بالسويد او حتى ببلدان عربيه يعني بتلفنوا للنايب بيقول له بليز فوت لي ابني على المستشفى او وظف لي هيدا، او بتلفنوا لوزير يقول له طبب لي ابني وادفع له. يعني ليش اللي اللبنانيه عايشين فيه، ملايين اللبنانيين عايشين بالمهجر واهلهم بعدهم هون، يعني عندهم هيدي التجربه، تجربة الدولة، دولة المؤسسات، دولة الحق اللي هي بتعطيهم حقوقهم وبطريقة مباشرة من خلال المؤسسات بشفافية، يعني عندهم هيدي التجربة. مش أنه يعني نحن عم نخترع البارود وأنه لا بس بالمريخ هيدي يعني شغلة مستحيلة. لبنان بلد صغير، يعني ما قصة تقنيات، ما عنا تقنيات أو ما عنا إمكانيات، كله موجود حتى نحقق هيدا الحلم. يعني على أمل أنه يتغير المشهد السياسي ونلاقي بكافة القطاعات، يعني لأنه بحاجة، نحن صرنا بحاجة لكافة القطاعات تنهض بأعمال ومؤسسات للدولة. سيدة ندى صحناوي، كلمة أخيرة بتتوجه فيها للناس حضرتك، لأنه مرشحة عن دائرة بيروت بحزب مدينتي، شو بتقليلون للناس؟ بحب أقول أنه صحيح اليوم نحن بالحضيض ونحن بنعرف مين المسؤولين والناس بيعرفوا مين المسؤولين، لكن ما ينسوا أنه القدرة والقوة بإيدهم. يعني ب 15 أيار 2022 هيدا الصوت بيعمل فرق، يعني هيدا الصوت بيعمل فرق بين حياة الناس تنزل تقترع بشكل كثيف، لأنه الأصوات رح يعملوا فرق وتغيير. طبعا فرق بين أنه يكون عنا حياة حلوة نعيش نحن وولادنا وأهلنا بكرامة ورفاهية، أو أنه نكون مثل ما نحن اليوم. نعم سيدة ندى صحناوي، أنا بدي أتشكر حضورك معنا لليوم، على أمل أنه نتلاقى فيكم بحلقات جديدة، وكمان نتمنى لكم نجاح والوصول للبرلمان. بتشكرك. شكرا مشاهدينا الكرام، لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، ملتقانا معكم بحلقات جديدة، تابعونا، إلى اللقاء.